شرف احتضان مباراة مصر والجزائر الفاصلة، لكن بعد أن حسمت هوية المتأهل لكأس العالم دار الحديث حول اعتداءات تعرض لها الجمهور المصري في الخرطوم. خالد عز الدين مراسلنا في الخرطوم يضعنا في صورة الموقف. مع إعلان صافرة نهاية مباراة مصر والجزائر، اعتقد السودانيون أن المباراة أصبحت ذكرى حلوة يتونسون بها في مجالسهم، ولكنهم اكتشفوا أن المباراة قد بدأت بهذه الصافرة وأنهم أصبحوا طرفا أصيلا فيها، وذلك بعد الحملة الإعلامية المسيئة للسودان عبر الفضائيات المصرية، والتي استدعت على إثرها وزارة الخارجية السودانية السفير المصري معبرة عن احتجاجها، وعقد مدير شرطة ولاية الخرطوم مؤتمرا صحفيا. بعد المباراة كل الأجهزة قامت بأدوارها بتنسيق كامل وبكفاءة عالية، مما أدى لخروج الناس من الاستاد، ودي الحتة اللي كانت خطيرة، لأنك أنت ما تحدث احتكاك بين الفريقين بعد أو بين جماهير الفريقين بعد نهاية المباراة. كاميرا العربية التي تجولت في شوارع العاصمة وملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين ونقلت الوضع الأمني الهادي، تجولت اليوم في الأماكن التي تحدث الإعلام المصري عن تعرضها للحصار والصدامات الدموية. ما حصل احتكاك بالأيدي ولا زول الضرب ولا شيء، هو حصل احتكاك بس بألفاظ خارجة شتيمة بس بينهم وبين الشباب اللي موجودين عندنا هنا. بعض التجاوزات حصلت، بس الحمد لله الأمن السوداني سيطر على الواقع. حصلت امبارح وكل واحد طبعا احنا قفلنا المطعم لعدم تجاوز اي شيء بعد كده، والحمد لله رب العالمين. النهارده برضه فتحنا المطعم تاني واشتغلنا، وبنحاول بقدر امكاننا احنا نقابل الجزائريين بروح برضه واحترام. في بعض من الجزائريين اساسا هم مغادرين الى المطار، طلب من الشارقه وجو استاجروا تاكس من قدام الفندق بتاعنا هنا فندق الدوحه، فاسلموا اتفقوا في واحد طلع شافهم بس وجا راجع ادعى طوال، اتصل واحد احد منهم اتصل بالقاهره قال انه الفندق محاصر من الجزائريين، وهذا كلام غير صحيح. الشارع السوداني الذي ساندت اعداد كبيره منه المنتخب المصري تفاجأ بالاعلام المضاد بعد المباراه لتخسر مصر انصارها خارج المستطيل الاخضر بعد ان خسرت امام الخضر في الملعب. خالد عز الدين.